أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أكد أن المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة لاستدامة واستمرارية تقديم الخدمات الإسكانية والتنموية ترسخ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الأمر الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، لافتا إلى أن التنسيق المثمر والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيبقى محورا أساسيا وقاعدة رصينة تبنى عليها المنجزات والنجاحات الوطنية. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الخدمات والحلول الإسكانية المقدمة تشكل امتدادا لمسيرة إسكانية طويلة وتعكس التكامل والتعاضد بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ وإنجاز المشروعات الإسكانية بشكل متطور.